بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مرحبا بكم فيكم أعزائي طلبة العلم في ربوع الوطن الغالي في حصة جديدة من منامكم من درس على الهواء نستكمل في هذه الحصة بإذن الله ما توقفنا به في آخر حصة وهو موضوع الفائدة المركبة نبحر فيه وخلاله خلال هذه الحصة وخلالها في موضوع الفائدة المركبة وكذلك نتكلم عن بعض المواضيع المتعلقه بالنقود كما هي كما هو الحال في عنوان هذه الوحده نستكمل ان شاء الله فكلكم انصات لدينا مستمعين ومركزين تكلمنا في المره الماضيه عن الفائده المركبه وقارنا في اخر مثال لدينا بين الفائده المركبه والفائده البسيطه تعرفنا أن الفائده المركبه كما يقال هي ماكل ما المال اذا بدات في الفائده المركبه سوف تضاعف الاموال او الارباح سواء كانت قرض او استثمار بشكل اسي متسارع. ايضا لنتعرف اكثر على الفرق بين الفائده المركبه والوسيطة نستعرض امامكم هذا الرسم البياني. هنا لدي الحاقا بالمثال السابق الذي انتهينا عنه في الحصه الماضيه مقارنه نمو 100 ريال عماني تم استثماره بمعدل فائده بسيطه مركبه نسبتها 10% فقط. لاحظ المبلغ فقط هنا بسيط 100 ريال. اللذ... اللون الاحمر فائده مركبه باللون البنفسجي الفائده البسيطه لاحظ الفائده المركبه بعد عشر سنوات الفائده المركبه وصلت الى 260 ريال بينما الفائده البسيطه وصلت الى 200 ريال الفرق 60 ريال هذا نتكلم عن مبلغ بسيط جدا 100 ريال المعتاد 1000 2000 5000 فاعلى ففي تلك الحاله سوف تكون الفائده تضخم بشكل كبير اذا الفائده المركبه هي دال الاسيه تتسارع بصوره كبيره خاصه اذا كان مبلغ كبير والسنوات عددها كبير يعني فنتصور اذا كان شخص اخذ ستين الف ريال على مدى مثلا 15 سنه ل 20 سنه قد يكون الارباح او الفوائد عليه اذا كانت قرض او اذا كان استثمار تصل الى 25000 الف البعض يصل إلى ثلاثين ألف إلى نصف رأس المال بمعنى آخر سوف ترجع للبنك تسعين ألف وإذا كانت استثمار سوف تحصل على تسعين ألف إذا المبلغ ليس بالهين سواء في استثمار أو كفوائد لكن المهم اختيار الشيء الأنسب لك طيب تكلم الحصة الماضية قلنا أن الإيجاد إذا كان لديه عدد كبير من السنوات فمن الصعب جدا التحكم حساب الفائده المركبه سنه بسنه كما قمنا بالحل في الطريقه الماضيه في المثال السابق. سنه بعد سنه اذا كان لدي 20 سنه 25 سنه فهل هذا سوف اجد ل 25 بمعنى اخر الحل قد ياخذ الصفحه كامله من لدي او صفحتان او اكثر. الا توجد طريقه ابسط؟ توجد طريقه ابسط وطريقه افضل، ما هي؟ هي هذا القانون. طبعا هذا القانون تم استنتاجه بطريقة علمية لا يتسع المجال لذكرها ولكن بملاحظة الفرق سنة عن سنة عن سنة عن سنة تم استنتاج هذا القانون وهو جيم نون المبلغ الإجمالي يساوي رأس المال بين قوسين واحد هنا السر فيه زائد مين معدل فائدة علمية الكل أس نغلق القوس الكل أس نون هنا نون يقصد بها عدد السنوات هنا نون يقصد بها عدد السنوات طيب لنأخذ مثال على هذا الكلام استثمر استثمر مبلغ 1500 ريال عماني بمعدل فائدة مركبة نسبتها 5% سنويا لاحظ ذكر فائدة مركبة قلنا في الحصة السابقة نركز هناك ذكر فائدة بسيطة وهنا فائدة مركبة نركز على مصطلح السؤال نسبتها 5% ما قيمة المبلغ الإجمالي بعد خمس سنوات بكل سهولة نجيب عن هذا س... نجيب عن هذا السؤال في البداية كتابة القانون جيم نون ماذا يساوي؟ راء رأس المال نفتح قوس واحد زائد ميم على 100 المعدل على 100 الكل أس نون الآن نعوض السهم مبلغ 1500 ريال إذا رأس المال 1500 مضروب في مضروب في ماذا؟ واحد زائد زائد ماذا؟ زائد المعدل، المعدل كم؟ خمسة، بطبيعة الحال المية موجودة من القانون، خمسة على مية أُس نغلق أُس نون، نون ماذا الزمن؟ كم الزمن؟ هنا خمس سنوات، الزمن طبعاً بطبيعة الحال بالسنوات، باستخدام الآلة الحاسبة واحد زائد خمسة بالمية يطلع واحد فاصلة صفر خمسة أُس خمسة، نقوم بضرب الناتج في ألف خمسمائة نحصل على ألف تسعمائة وأربعة عشر ريال. و 422 بيسة إذا أتوقع أن القانون أسهل يعني لاحظوا أنه خمس سنوات إذا كنا بحل مثال سابق الحصة الماضية سوف نضطر لملء هذا الشريحة كاملة قد لا تكفي ولكن استخدام القانون مباشرة سطر أو سطر ونص وانتهينا من الحل البيانات موجودة لي لا بد أن تكون لديك مهارة استخراج المعلومات من السؤال 1500 راس المال هنا فائده مركبه اذا قانون فائده المركبة اختيار القانون المناسب هنا المين معدل هنا نون هي عدد السنوات اقوم بالتعويض وايجاد الناتج بالاله الحاسة طبيعة الحال تسمح لديك لانك في الصف التاسع. طيب ناخذ مثال اخر استثمر ايضا مبلغ من المال بمعدل فائده مركبه نسبتها هذه ميم معدل مركبه اذا بالقانون الذي استخدمته هنا سابقا في هذه الشريحه السابقه في السؤال المثال السابق 5% معدل لمدة 5 سنوات النون لدي ليصبح 2500 ريال هذا ليصبح هذا ماذا هذا المبلغ إجمال المبلغ اللي هو جيم نون إجمال المبلغ ليصبح إذا هذا هو الناتج وليس رأس المال ما قيمة المبلغ الأصلي بكل سهولة في البداية أقوم بكتابة القانون لا أكثر جيم نون ماذا يساوي؟ يساوي رأس المال واحد زائد المعدل على 100 أس نون اللي هو على السنوات إذا قيم نون معطى 2500 نقوم بالتعويض الآن يساوي راء رأس المال مجهول وهو المطلوب قيمة المبلغ الأصلي المبلغ الأصلي هو رأس المال نفتح القوس واحد زائد المعدل هنا خمسة على مية في عدد السنوات نون خمسة إذا 2500 نرتب المسألة قليلا تصبح رأس المال في واحد فاصل صفر خمسة أس خمسة إذا مباشرة نقوم بالتخلص من هذا ورأس المال يبقى كما هو يقوم يكون ألفان وخمسمائة مقسوم على واحد صفر خمسة أس خمسة أو نستطيع إيجاد الناتج ووضعه هنا الطريقتان صحيحتان واحد فاصل صفر خمسة بالآلة الحاسبة نضعه هنا او نقوم بايجاد بالاله الحاسب طبعا ونضع هنا كما هو او نقوم بايجاد ناتج هو وضع هنا المهم ان 2500 في الاعلى طبعا هذا نستطيع فيه استخدام اخذنا في الحصه السابقه استخدام المثلث قلنا المثلث مثلث البعض يطلق عليه في حال الضرب والقسمه متى نضرب متى نقسم او بمعنى اخر هنا قمنا بالضرب في المقلوب مقلوب هذا مقلوب هذا واحد على هذا في الطرفين فهنا ينحذف يبقى الطرف الاخر كما هو في الاسفل هذا من الاساسيات وقمنا بالعروج عليها اذا الا تساوي 2500 على هذا 105 يتساوي الناتج بطبيعه الحال 1958 ريال و815 ريال ريال عمانية هذا هو مسألة سهلة وبسيطة لم تاخذ علي الكثير من الوقت فقط كانت الفكره ان الإجمال المبلغ معطى وراس المال المجهول مسألة هذه اخذنا من مسائل كثيره كيف نرتب نسأل كيف نقوم بالضرب والتخلص من الطرف الاخر فقط استسق المعلومات بصوره صحيحه من المساله واقوم بوضعها في القانون بتعويضها بشكل صحيح وبذلك ابدا انتقل بخطوه خطوه بعد خطوه طيب ننتقل الان الى البيع والشراء البيع الشراء من الأمور الموجودة لديكم في حياتكم بشكل كبير ممارس يوميا يشترى التجار بضائع ثم يقومون بتحديد أسعار بيعها وبعد ذلك يعرضونها للبيع يسمى السعر الذي يدفعه التاجر لشراء البضاعة سعر التكلفة أنا لدي بضاعة أنا تاجر أريد أن أتاجر فلنقل بأقلام أقوم بشراء مجموعة من الأقلام مبلغ مثلا حاوية كاملة مبلغ ألف ريال. ألف ريال هذا سعر التكلفة وكم وكل قلم كم مثلا نصف ريال نصف ريال هذا سعر التكلفة لكل قلم إذا هنا هذا سعر التكلفة يسمى السعر الذي تباع فيه البضاعة سعر البيع أنا هذا النصف ريال سوف أقوم ببيع القلم ب 700 بيسة 800 بيسة إذا هذا 800 بيسة هذا سعر البيع سعر البيع إذا كان سعر البيع أعلى من سعر التكلفة كما قلنا هنا التكلفة نصف ريال قمنا ببيعه ب 800 بيسة إذا هنا سوف يكون لدي الربح لكن اذا كنت كنت وضعت القلم بنصف ريال ومر عام وعامان ولم يشتري احد هذه الاقلام وخفت ان تتلف البضاعه يقف الحبر وما الى ذلك فماذا؟ سوف اقوم حتى لو ببيع بنص السعر على الاقل يرجع لي بعض راس المال فانا راس المال او سعر التكلفه نصف ريال قمت ببيع ب 300 بيسه فهنا انا قد خسرت 200 بيسه فهذا هذه تسمى خساره. اذا ايضا لدي القوانين الربح سعر البيع ناقص سعر التكلفه الخساره سعر التكلفه ناقص سعر البيع القانونان معكوسان لماذا لكي تكون دائما الاجابه موجبه لان نتكلم هنا عن اموال فاذا ما قلنا سعر البيع ناقص سعر التكلفه السعر البيع اقل من سعر التكلفه سوف يكون الناتج لدي بالسالب فانتبه لهذه النقطه اعكس بينهما فقط لكي تكون الاجابه موجبه طيب هل نتكلم عن المصطلحات الآن نأتي للنسبة المئوية للربح والخسارة. تستخدم الصيغتان الثالثين لحساب النسبة المئوية للربح والخسارة، النسبة المئوية للربح الربح الفعلي على سعر التكلفة ضرب 100%، النسبة المئوية للخساره خسارة فعلية على سعر التكلفة ضرب 100%، هما نفس القانون، فقط هنا ربح فعلي هنا خسارة فعلية فقط، وهو الناتج الذي اتحصل عليه من القوانين في الشريحة السابقة. ماذا تفيد النسبة المئوية؟ قبل أن نأخذ المثال وغيره. هذه النسبة المئوية لم نتكلم عن النسبة المئوية في ماذا تستخدم؟ تستخدم بعض التجار لدينا. أنا لدي بضاعة، اشتريت هذه البضاعة. كما قلنا الأقلام بنصف ريال. أريد أن أحصل على نسبة من بيع هالأقلام 30%، بالمائة. فلنقل قلم 600 بيسة. أريد أن أحصل على 50% بالمائة ربح. 50%، بالمائة. 50%, بالمائة. 50 بالمائة بمعنى آخر نصف الـ 600. نصف الـ 600 300 بيسة، إذا سوف أقوم أقوم ببيع هذا القلم. من 600 بيس قمت بشرائه سوف اقوم بيع ب 900 بيس، لماذا 900 بيس؟ لان قيمه الربح او نسبه الربح 50%، طبعا مهم جدا لاي تاجر. انتم مقبلون على سوق عمل ان شاء الله بعد ثلاث او اربع سنوات. بعضهم في التجاره، وبعضكم في الجامعات، كليات، وهي فروق فرديه موجوده بطبيعه الحال، وهذا من مبدا التكامل بين البشر ولله الحمد. لا نقول ان النجاح فقط في الدراسه، النجاح في شتى مجالات الحياه. المهم ان تكون مخلص ومجتهد هذه ومتوكل على رب العباد. هذه نسبه الفائده دائما التجار يضعونها لتلافي الخساره ولمعرفه النقطه التي يقفون عندها لتغيير مشروع او الغائه او ما الى ذلك، لكي لا يصل الى نقطه الافلاس. ومترتب عليها تبعات قانونيه كثيره. فهو يضع نسبه معينه، انا لدي هذه البضاعة اشتريتها بقيمة كذا سوف أضع نسبة الفائدة بها كذا لماذا؟ لكي يغطي مصارف العمال إيجارات المحلات فواتير الكهرباء والمياه إذا كان لدي مشروع به فواتير وما،, وما إلى النقل وما إلى ذلك فهو يضع نسبة معينة البعض إحنا من قد يكون لا أنا اشتريت هذا بريال سوف أضع بريال مئتين بدون حساب نسبة وهذا من الأخطاء الموجودة لدى بعض التجار والذي ترتب عليه إغلاق مشاريعهم بصورة سريعة جداً إذا هذه النسبة مفيدة جدا. ناخذ هنا مثال على النسبة، اشترى صاحب متجر سلعة بمبلغ 500 ريال وباعها بمبلغ 600 ريال، لاحظ 500 إلى 600 زاد المبلغ نقص زاد، إذا هذا لديه ربح. ما النسبة المئوية للربح؟ لكي أجد النسبة المئوية للربح، الربح الفعلي على سعر التكلفة، سعر التكلفة 500 موجود، 100% موجود فقط بقى لديه الربح الفعلي. ما هو الربح الفعلي؟ هو الفرق بين التكلفة والسعر. سعر البيع تكلفة وسعر البيع إذا صفة نصبح يصبح الربح الفعلي يساوي 600 ريال ناقص 500 ريال يساوي 100 ريال هذا أصبحت لدي الربح الفعلي موجود 100 ريال إذا أصبحت مسألة سهلة أستطيع القول أن النسبة المئوية الربح تساوي ماذا؟ تساوي 100، مقسم على ماذا؟ على سعر التكلفة، ما هو سعر التكلفة؟ هذا سعر التكلفة ضرب 100، صفران مع صفران تذهب، 100 تقسيم، 5 تصبح طبيعة الحال 20، إذا بما أن هذه نسبة مئوية، إذا 20% هي 20، لكن بما أنها نسبة مئوية، إذا 20 100% مسألة سهلة وبسيطة من أسهل المسائل التي قد تجدوها مبلغ تكلفة ومبلغ البيع 600 ريال إذا تكلفة البيع إذا بينهما ربح مقداره 100 ريال الربح الفعلي نسبة الربح الفعلي 100 ريال الربح الفعلي 100 نسبة النسبة المئوية للربح هذه ال 100 ريال أقوم بقسمتها على تكلفة وهي 500 ريال كما ورد في السؤال مضروب في 100% بالمائة. طبعا نضرب في 100% لأن النسبة مئوية طيب ناخذ مثال اخر اشترى شخص سياره بمبلغ سته الاف ريال وباعها بمبلغ اربعه الاف وخمسمئه اوجد نسبه من مؤيد الخساره لماذا قال هنا نسبه لاحظ من سته الاف الى اربعه الاف وخمسمئه المبلغ نقص اذا بطبيعه الحال في هذه الحاله سوف تكون خساره اذا بنفس القانون هناك اول نجد الخساره الفعليه تساوي ستة آلاف ناقص أربعة آلاف وخمسمائة ستة آلاف ناقص أربعة آلاف تصبح لدي ألف ريال هذا المبلغ الذي خسره طبعا طبيعة الحال الخسارة في السيارات واردة جدا لأي شيء مستهلك إلا الأشياء النادرة طبيعة الحال أو القديمة جدا فتكون القاعدة لا تنطبق عليها هنا استهلاك سيارة المعتاد حتى شركات تأمين 15% كل سنه ينقص من سعر السياره كل سنه 15% اذا هنا 6000 ناقص 4500 خسر بها اذا كان هو تاجر سيارات او اذا كان استخدمها فهو نزل 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 سعر السياره لديه من 6000 الى 4500 اصبح الناتج 1500 ريال الان نسبه المئويه للخساره تصبح ماذا تصبح الخساره الفعليه 1500 على المبلغ الاصلي ما هو المبلغ الاصلي 6000 او او سعر التكلفه سعر التكلفه او المبلغ الاصلي او راس المال قد يكون 6000 ضرب 100 بالمئة يصبح لدي الناتج صفران مع صفران طبيعة الحال والصفر مع الصفر أصبح 150 ضرب 10500 15 ضرب 10 150 على 6 يصبح لدي الناتج 25 25 والنسبة المئوية لا أنساها، إذا أصبح الناتج لدي 25% بالماء. 25% بالماء. إذا المسائل سهلة وبسيطة، مواضيع نستطيع احتوائها، ومواضيع مهمة جدا لكم، مهمة جدا لكم لأن هذه المواضيع ممارسة وموجودة في حياتنا اليومية، كل هذه المواضيع ممارسة وموجودة بصفة بصورة مباشرة، النقود متعاملة بصورة يو شبه يومية إذا إذا لم تكون يومية لديكم، بالتالي لابد أن نمارس هذه الأشياء في حياتنا نمارس هذه في حسابات إذا كان لدي تجارة أو مع والدي أو مع أحد أقربائي أتعلم بعد ذلك أيضا سوف نأتي بعد, قليل إلى حساب المبالغ تكلفة البيع تكون حسابه النسبة سوف نأتي أيضا تعلمنا على الصرف هذه كلها مبالغ أو كلها أمور متعلقة بحياتك اليومية طيب الآن سوف نتكلم عن سعر نتكلم عن النسبة الآن سوف نتكلم عن سعر البيع وسعر التكلفة والربح يحدد بائع البضاعه مقدار ربح الذم في تعقيب معنى اخر عليه من يقرر الزياده الى سعر التكلفه يحدد سعر البيع ومنه يمكن ان تعرف هامش الربح انه الفرق بين تكلفه السلعه وسعرها هي تكلمنا سعر التكلفه زائد الربح يساوي سعر البيع نحن نعلم بيعت البضاعه ب 1000 ريال واشتريت ب 700 ريال اذا الربح 300 ريال 700 زائد 300 يساوي 1000 هذا متعارف عليه مثال 6 لدي يبيع تاير منتجه بمبلغ 39 ريال إذا كان قد حدد الربح بنسبة نسبته 30% فما سعر تكلفة المنتج؟ سعر التكلفة من القانون لدي هنا سعر التكلفة زائد الربح يساوي سعر البيع الآن ما هذا المعطى المعطى وما المجهول؟ سعر التكلفة يبيع تاجر منتج بمبلغ 39 ريال اذا هنا سعر البيع 39 ريال الربح مجهول الربح نسبه الربح 30% بالمية. والنسبه الاساسيه سعر التكلفه دائما ما تكون 100% بالمية. البضاعه قيمتها 100% بالمية. 100% بالمية. والربح سوف يكون 30% إذا أصبح الناتج الذي هنا 130% وثلاثون بالمائة تساوي تسعة وثلاثون ريال. بعد ذلك إذا ما قمنا تسعة 39 ريال لكي نحصل على سعر البيع سوف 39 مضروبة في مائة بالمائة مقلوب هذا نقوم بقلبه الطرف الثاني على مئة وثلاثون. سوف نحصل على الناتج هنا ثلاثون ريالًا. 30 ريال، إذا يبيع تاجر منتجك بمبلغ 39 ريال، إذا كان قد حدد ربحا نسبته 30%، فما سعر التكلفة؟ هذا المبلغ بالمختصر لكي نفهم أكثر، هذا المبلغ عبارة عن الربح قيمة التكلفة 100% زائد نسبة الربح 30%، إذا هذا المبلغ يمثل 130 130 %، بالتالي نحتاج إلى المئة الـ100% منه كيف استطيع ايجاد 100% بتحويله الى هذه الصوره، بعد ذلك سوف احصل او الاضافه هذا القانون سوف يعطيني الاضافه في المبلغ الاصلي، اصبح لدي 30 او المبلغ الاصلي نعم 30 ريال، 30 تكلفه المنتج 30 ريال، بهذا القانون 100 زائد 30 130%، بالمائة. انا احتاج الى ايجاد 100%، بالتالي اقوم 130 بقلبها. لتحويل الطرف الثاني او الظرف المقلوب وضربها في ال 39 لكم 39 معنى اخر نفس النسبه اذا قال لديك مبلغ 70 ريال كم 50% من 70 ريال تقوم ب 70 ضرب 50% هنا ايضا نفس الشيء 130 هذه عباره عن 90 39 الان بدل ما تضرب تكون العمليه عكسيه هنا قسمه لماذا لكي نوجد الجزء فتقوم بضرب في 9 في 100 على 130 ويطلع لدي الناتج 30 ريال. هنا تكلم عن سعر التكلفه. هنا ايضا مثال 17 وضع تاجر ربح مقداره 1080 ريال و80 ريال عماني 81 بيسه ريال عماني على سلعه بيعت بمبلغ ريال ما النسبه المئويه لربحه؟ النسبه المئويه للربح او البدايه اوجد الربح. طبعا سعر التكلفه القانون يساوي زائد زائد الربح يساوي سعر البيع اذا سعر التكلفه كم مجهول هنا نضع كما هو يساوي ماذا يساوي سعر البيع ناقص الربح طيب اذا سعر التكلفه ماذا يساوي هنا؟ سعر التكلفه يساوي سعر البيع، سعر البيع كم؟ 6 ريالات و480 بيسه. ناقص الربح هو وضع مقدار ربح في كل بضاعه 1080. اذا يصبح الناتج اللي هي 5 ريالات و400 بيسه. هذا سعر التكلفه، لماذا قلنا بايجاد سعر التكلفه؟ اخذنا احنا في السابق ان النسبه المئويه للربح تكون الربح الفعلي على سعر التكلفه او مقدار التكلفه مضروب في 100% انا هنا ليس لدي سعر تكلفه ساحتاج الى ايجاد سعر تكلفه كيف استطيع ايجاد سعر تكلفه سعر البيع مطروح منه الفائده وهي معطاة جاهزه سوف احصل على خمس ريالات و400 هذا سعر التكلفه الان النسبة المؤيد للربح بكل سهوله تساوي لدينا الربح الفعلي وهو معطى الريال و80 بيسه على 5 ريالات و400 مضروب في 100% لان نسبه مئويه يصبح لدي الناتج 20% 20% يعني ريال 400 ماذا يمثل لها ريال و80 بيسه؟ تمثل الخمس هذا معناه 20% يعني الريال 80 بيسه اذا ضعفتها خمس مرات سوف اصل إلى 5 ريالات و400 وهي تمثل الخمس مساله سهله وبسيطه فقط الفكره ان الربح معطى ومبلغ التكلفه معطى وهو مبلغ البيع احتاج الى ايجاد مبلغ التكلفه بالتالي اطرح هذا من هذا فيعطيني مبلغ التكلفه بعد ذلك اقوم بقسمه الربح الفعلي على سعر التكلفه والضرب في النسبه المئويه طيب الان لدي هنا نقول الكتابه طيب أوجد سعر أوجد سعر البيع للسلعة تم شرائها مبلغ 400 ريال تم شرائها إذا هذا سعر التكلفة وتم بيعها بخسارة نسبتها 10% أوجد سعر البيع بكم بيعت إذا خسر منها 400 إذا في البداية نقوم بإيجاد النسبة سعر التكلفة 400 الخسارة في البداية نقوم بإيجاد الخسارة تساوي 400 مضروبة في النسبة 10% 10 بل... 400 ضرب 100 تصبح 40 ريال تصبح 10% طبعا طبيعه, طبيعة الحال 10 على 100 اذا يصبح المبلغ 40 ريال هذا الخسار هذا المبلغ الذي خسر من 400 ريال خسر 10% اي خسر 40 ريال من هذا الان ما المطلوب اوجد سعر البيع سعر البيع 40 ريال خسر منها فكم باع اذا سعر البيع يساوي كما قلنا سابقا انك نقلب لكي لا تكون الاجابه سالبه اذا هنا تكون سعر التكلفه لان خساره وليس ربح بالتالي سعر التكلفه في البدايه ناقص الخساره اذا اصبح لدي سعر التكلفه ناقص الخساره سعر التكلفه 400 ريال ناقص الخساره 400 ريال اصبح الناتج 360 ريال هذه النسب وغيرها كثير في ليست في البيع والشراء حتى في المحلات التخفيضات سوف ناتي بعد قليل اليها لدي مبلغ 30 ريال بضاعه ب 30 ريال عمل فيها تخفيضات 20% التخفيضات طبعا نفس الخساره فالتخفيضات اضرب في النسبه المبلغ الذي تحصل عليه اقوم بطرحه من المبلغ الاصلي هنا نفس الكلام لدي 400 ريال قمت اصبحت لدي خساره 10% فال10% من 400 ريال في الضرب هما نحصل على 40 ريال 40 ريال نقوم بطرح من 400 يصبح لديه 360 ريال وهو سعر البيع اي بمعنى اخر بضاعتي ب 400 ريال خسرت بها بعتها ب 360 ريال طيب الخصم هو ايضا موضوع مشابه لهذا الموضوع وهو يكون اخر موضوع لدينا الخصم اذا لم يتم بيع السلع بالسرعه التي يرغب بها التاجر او اذا رغب التاجر في القيام بتصفيه البضاعه القديمه واحلال بضاعه جديده محلها عندها يقوم التاجر ببيع السلعه بعد اخضاع سعرها لخصم محدد هذا نجده كثيرا في المراكز التجاريه وبعض المحلات دائما هنالك عروض العروض هي للمعتاد لثلاث اشياء رئيسيه الشيء الاول هي جذب الزبائن البعض قد يعمل عروض بشكل كبير خاصه عند الافتتاح لماذا لكي ياتي الزبون الى المحل فما أذى أذا إذا أتى الزبون للمحل سوف يأخذ البضاعات التي بها تخفيض ويشتري أشياء أخرى ويعرف المكان ويتعرف عليه بالتالي هو يكسب الزبون. أيضا تكون الخصم كما ذكر هنا لسرعة بيع البضاعة، أنا لدي بضاعة المحل يستوعب من كل نوع مثلا 100 قطعة، أنا مستورد 1000 قطعة فأريد أن انتهي منها بسرعة. هامش الربح سوف يكون قليل، مثلا في كل بضاعة ريال بدل 7 ريالات أو 5 ريالات، ولكن سرعة البيع تعوضني بدل ما تكون المخازن لدي مشغولة لمدة 4 أشهر 5 أشهر، فقط مدة شهر أو أقل، أنا متخلص من بضاعة والربح قد يكون مشابه أو أن الأموال تدار ولا تكون جامدة في هذه الحالة. أيضاً في حالة البضاعات القديمة خاصة في الأشياء الكمالية. وحتى في المواد الغذائية دائما عند شراء المواد الغذائية نتأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء ما دائما طبعا قراءة المعلومات من أي منتج ضروري جدا حتى من المكونات وغيرها وغيرها الإنسان دائما يتبع نظام صحي في هذه الجوانب ولكن نتكلم عن تاريخ الانتهاء بصفة خاصة فبعض البضائع قد يكون عليها تخفيض السعر الأساسي 20 ريال نجده ب 12 ريال أو ب 10 ريالات أو أقل وقد يكون برأس المال أو أقل عن رأس المال، لماذا؟ لأنه على وشك الانتهاء بعد شهر، بعد شهران، بعد ثلاثة أشهر. فالمحل يحت... هي طريقة مشروعة لأن المستهلك قد يشتريه اليوم ويستخدمه قبل نهاية قبل الوصول إلى تاريخ الانتهاء. ولكن إذا ما أردت التخزين فانتبه إلى هذه التواريخ. أيضاً إذا كان لديه البضاعة جديدة في الكماليات. أه أه لديه فساتين أو ملابس أو وقد أتت مجموعة جديدة يريد أن يحل محل هذه المجموعة فهو بالتالي يتوجب عليه من أصول التجارة أن يصرف البضاعة السابقة حتى لو كانت مرغوبة لأن البضاعة الجديدة سوف تنزل السوق هي لو, لو نلاحظ في الهواتف في الملابس في الهواتف الآن الهاتف ينزل ب 600 ريال بعد السنة أو أقل أو أكثر نجده ب 400 ريال. عند نزول منتج مشابه له بإصدار جديد سوف ينخفض سعره كثيرا. لماذا؟ لكي تنتهي السوق ينتهي من من هذا الإصدار القديم ويبدأ الترويج لعمل الإصدار القديم. طبعا البعض قد يفكر أن هنا خسارة، لا توجد خسارة. لأنه يعني بطبيعة الحال ما خفضه في المنتج السابق زاده في المنتج الجديد. يعني اذا كانت سعر الهاتف الجديد 600 ريال والقديم 300 ريال فالتزم بالحسبان ان الهاتف الجديد سعره 450 ريال 150 ريال هي ربح عن الاجهزه السابقه فهو لا يخسر وإنما يصرف البضاعه ايضا في الملابس وقطع الملابس جميع انواعها محلات الملابس قد نجد ان هذا المحل عامل تخفيضات 60% بالمئة. الملابس الشتويه على نهايه الشتاء 60% او 50% بالمئة. بينما في بداية الشتاء تكون بأسعار أغلى بكثير لماذا؟ لأن وقت الشتاء الناس مستهلكة لها نهاية الشتاء هذا معناه أن الناس لن تشتري إلى الشتاء القادم ونحن كما نعلم المناخ معنا لدينا فترة الشتاء ليست طويلة فقد تصل الصيف يصل إلى الصيف مع الجو المعتدل إلى سبعة أشهر وثمانية أشهر وأكثر بالتالي هذا معناه انه سوف يكون يخزن هذه البضاعه لسبعه اشهر ثمانية اشهر يخاف عليها من التلف من القدم قد ايضا قد تصبح قديم الناس لا ترغب بها بالتالي هو يحاول على نهايه موسم الشتاء ان يصرف هذا الوضع ايضا بالنسبه كلام بالنسبه للبضائع للصيف هذه البضاعة بعضها متعلق بالمواسم وبعضها البضائع متعلق لا باوضاع مثلا خلينا نتكلم في بعض اوقات السنه الوقت مناسب للرحلات نفس الوضع في بضاعة تنزل كذا 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 تكون مناسبة للرحلات فتكون أسعارها مرتفعة عند نهاية موسم الرحلات يبدأ فيها التخفيضات ويبدأ كذا أيضا على مواسم العياد بعض القطع على مواسم الأعياد تكون لا تبدأ أي تخفيضات نادر ما تحصل تجد محل أو معرض للملابس أو الأشياء المستهلكة في الأعياد لديه تخفيضات المعتاد أسعارها ثابتة بعد الأعياد تبدأ التخفيضات لهذا دائما كمستهلك كن لابد أن تكون لديك ثقافة لا تشتري وأنت محتاج عندما تكون محتاج سوف لابد أن يكون تشتري بالسعر الذي يفرضه عليك التاجر اشتري وأنت غير محتاج العيد المقبل لدي بعد أربعة أشهر لدي فضل من المال طبعا نتكلم عن الناس التي بإمكانها الشراء قبل في بعض الأسر لا شهر بشهر وملزمون وعانهم الله يشترون في تلك الأوقات نتكلم عن الذي يستطيع المحل به تخفيضات لبعض الملابس المستهلكه او لبعض الكماليات او بعض الاجهزه انا احتاجه بعد اربعه اشهر والان به تخفيضات اشتري هذه الحاله أضعها في المنزل بعد ثلاثة اشهر أربعة اشهر انا ابدا استخدامها لا توجد لدي الاسعار ترتفع تنخفض انا في الجانب الامن كما يقال اذا هذا بالنسبه للخصومات يمكن التعامل مع القسم كما هو الحال مع النسب المؤول للتغير كما قلنا هو نفس الخسارة والخصم هو نفس الكلام، حيث تحتسب نسبة مئوية تغير دائما في صورة نسبة مئوية من الكمية الأصلية. هنا لدي هذه المسألة. خلال موسم التنزيلات، قدم مدير خصم مقداره 15% على سلعة. سعره الأصلي 25 ريال. ما سعر البيع في المو في موسم التنزيلات؟ طبعاً سعره الأصلي 25. مضروب ما في ماذا؟ نتكلم عن الخصم. نضرب في النسبة، نسبة الخصم كم؟ 15 على 100. بالضرب سوف نجد أن الناتج يساوي 3 ريالات و 750 بيسة. طيب، ها 3 ريالات الخصم. الآن أنا لدي السعر الأصلي 25 ريال. الارقام تخفض ل 3 ريالات خفض منه 3 ريالات 750 ما المبلغ المتبقي اقوم بالطرح السعر او سعر البيع فلنقل خمسة وعشرين ريال مطروح منه ثلاثة ريالات وسبعمية وخمسين هذه من المسائل المهمة جدا في حياتكم دائما تجد تخفيضات في المحلات كذا البعض لا يستوعب ما هي هذه التخفيضات لكي تكون واعي ومثقف في هذا الجانب لابد ان تعرف عندما يقول لك 50% انظر للسعر الاصلي لا تنظر للسعر المخفض قد يكون بعض الحسابات بعض المحلات فانتبه انظر للسعر الاصلي اذا لم تستعرض الحساب ذهنيا بالهاتف موجود الكل لديه هاتف في هذا الوقت اعتقد حتى الاطفال بآله حاسبه المبلغ الاصلي ضرب القيمة 25 مثلا 25 مقسوم على 100 إذا لم تعرف تحويل الفاصل العشرية ف 25 على 100 بالآلة الحاسبة يطلع لديك الناتج نفس الناتج قم بطرحه من المبلغ الأصلي هنا الناتج لدي 3 ريال 950 قمنا بطرح من 25 ريال أصبح لدي الناتج 21 ريال و 250 بي. بيسا هذا من المسائل المهمة جدا في حياتنا اليومية بهذا نختم فصل دراسي وعام دراسي كامل، عام دراسي احتوى على الكثير من المواقف إيجابها وسلبها، ولكن في الأخير جميعها مواقف تبني شخصيتك، تبني مستقبلك، تؤسسك وتمهد لك الطريق لمستقبل زاهر واعد. ندعو الله لكم التوفيق والتيسير. كونوا مهتمين وملمين بالمواضيع التي لديكم، ذاكروا أولا بأولا. لا تهملوا اي موضوع كونوا منصتين ومركزين مع الاساتذه ارفع يدك دائما واسال ارفع واسال هذه طريق من طرق النجاح في الصف لا تدع معلومه مجهوله لديك والمعلم او المعلمه موجوده لديكم في الصف وجدوا لتعليمكم شاكر لكم انصاتكم وصبركم واستحمالكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته